تحب وترضى يا رب العالمين في هذا الصباح السعيد الذي جمعنا الله وإياكم هنا في أرضية هذا الميدان، ميدان رماح، مع الأصايل والشعارات الحاضرة وملاك الأصايل الحاضرين. ترحيبنا بالجميع في هذا الميدان، ميدان رماح، الذي يرحب بجميع الحاضرين دائما وأبدا. ملتقى الأصايل يجمع الأبطال ويجمع هذه الشعارات هنا، ونرحب بسن الكبار، سن الرقص مع الكبار، بسن الثنايا والحول في صباح هذا اليوم الموافق 9/9/2023 هنا بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعما لجميع الميادين هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. طال الله في عمر أبو خالد على هذا الدعم اللامحدود وحكام الإمارات وشعبها، الذي يرحب بالجميع أيضا هنا بهذه الانطلاقة وأول انطلاقات الكبار. بسم الله وعلى بركة الله، تعلن اللجان المنظمة هنا في أرضية هذا الميدان عن أول الأشواط لفئة الثنايا المحليات الأصايل. ينطلق هذا الشوط حاملا الأمال وحاملا التحديات الرائعة والمتميزة. سير وتوجه مباشرة إلى الصدارة الأولى، إلى المقدمة الأولى جبارة مع المركز الأول، واشطيط بن محمد بن شلبوت الأخيلي هناك مع البداية الأولى والمركز الأول، بينما ثاني المراكز هناك جميرة سيل بن عويضة بن جمعة بن مغير الأخيلي مع ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز والوصول مع جبارة سيب بن مصبح بن مطر الأخيلي، أيضا ياتينا بن شارد والشعار أيضا مع ثالث المراكز، رابع المراكز وصول من شعار بالدويس أيضا مقدم لنا رسالة سالف دويس بن علي الأخيلي أيضا مع المركز الرابع، خامس المراكز صدفة سالف دويس بن علي الأخيلي أيضا يتواجد مع رابع المراكز وخامس المراكز مقدم لنا رسالة وصدفة أيضا، بينما سادس المراكز هناك مياسة أحمد بن سالم بن هديم الكعبي أيضا يتواجد مع المركز السادس. ندانا الأول يكتمل بعون من الله وتوفيق عودتنا إلى شعار عيسى بن سعيد بن شطيط الأخيلي مقدما لنا جبارة في مسار هذا الشوط، مقدما لنا جبار أيضا مع هذا الانطلاق المتميز، الانطلاق الرائع والجميل. أول الأشواط، أول الباحثين، أول المسلمين مع سن الكبار. يا سلام يا سلام، يزهو الميدان مع هذه الشعارات المتواجدة، ما شاء الله حضور رائع وجميل متميز. يا سلام، رقصا هناك إلى المقدمة الأولى مع جبارة عيسى بن سعيد بن شطيط الأخيلي يتواجد مع الصدارة، بينما جبارة أيضا سيب بن مصبح بن شارد الأخيلي مع ثاني المراكز، بينما جميرة سهيل بن عويضة بن مغير الأخيلي أيضا يأتينا مع ثالث المراكز، شعار بو أحمد يتواجد مع ثالث المراكز بالدويس وقادمين أبناء زاخر دار المفاخر. يا سلام، يبغي يسلم بالدويس، يبغي يسلم إلى العين، إلى العين دار الزين. يا سلام، ولكن الأكعبي أشوف أن تقدم الأكعبي. يا سلام، عبرنا جسر العبور. يا سلام، بدأ الميدان بالعطاف. يا سلام، مع مياسة أحمد بن سالم بن هديم الأكعبي الواصل في هذه اللحظات، بينما صدفة وسالب بدويس بن علي الأخيلي مع سادس المراكز. عطنا لقطة يا محمود على المراكز المتبقية، شوف الشوط، تابع المراكز القادمة، لم يحن نداء حتى هذه اللحظات، ما شاء الله تميز هناك إلى البداية تميزا وقيادة متميزة حتى هذه اللحظات. يا سلام، 2 كيلومترات وجبارة مع المركز الأول. يا سلام، هناك بالقيادة المتميزة، قيادة والشكل الرائع والرقص المتميز مع البداية. يا سلام، ما شاء الله، وصلوا أهل الطلايب، وصلوا أهل الطلايب في هذه اللحظات. يا سلام، واصلين الجماعة، واصلين واصلين. يلا يلي يبغي الشوط الأول، الثنايا المحليات الأصايل غير شوط الكبار. يا سلام، شوط مصارعة ما شاء الله، الميدان اليوم في ازدحام مع هذه الشعارات المتميزة. يا سلام، يؤكد بأنهم حاضرين بكل قوة في هذا
الموسم جبار لا زالت مع المركز الاول عيسى بن سعيد بن شطيط. الاخيلي بالدويس قادم مع ايضا رساله مقدمه لنا رسالتي هذا الصباح. هناك سالم بدويس الاخيلي واشوف هنا ايضا صدفه قادمه سالم بدويس الاخيلي ووصول ايضا تقدم هناك من الجانب الاخر. يا سلام من تتسلل هملوله عبد الله بن محمد بن مر العامري يلا يا راعي الرباعه خلك مركز يا سلام تابع وشوف واشوف هنا ايضا سعيد بن مهنا بن قرمش المحرمي الواصل في هذه اللحظات. يا سلام مع وعد 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 قادمة في هذه اللحظات. يا سلام واشوف القدوم مع السايح سهيل بن خليل بن سالم الاخيلي وصل شعار بن منصور في هذه اللحظات الجميلة واللحظات الرائعة والمتميزة ما شاء الله. كل قادم الكل قادم يا سلام وصلت الاسماء تدخلت الاسماء المتميزة والرائعة والجميلة جبارة لا زالت مع المركز الاول والمحرمي ايضا قادم مع وعد في هذه اللحظات الجميله والرائعه. ابناء العين ابناء المسعودي ركز يا المحرمي خلك متابع. يا سلام شوف كيلو ونص الكيلو الاخير كيلو ونص الكيلو الاخير بدا التغيير من هذه اللحظات. وعد 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 يا سلام اتي هناك من ميدان بورصه الميادين بالفعل ميدان ملاقط قادمه بهذا الشعار الجميل تبغي تسلم الى ابناء المسعودي. يا سلام الله جباره مع المركز الثاني عيسى بن سعيد بن شطيط الاخيلي ولكن هملوله محمد عبد الله بن محمد بن مر العامري السايحه مع شعار بن منصور مع رابع المراكز 1200 الوصول مع وعد ايضا مبارك بخادم الحارب الاخيلي وصل ابو محمد في هذه اللحظات مع خامس المراكز ما شاء الله. انفردنا الاصايل انفردنا الاصايل انفراد تام هناك الخمسه المراكز ما شاء الله. الكيل الخطير كيلو الاوامر كيلو التعليمات كيلو الانفراد كيلو السلامات بالفعل. يا سلام المحرمي لا زال مع المركز الاول مقدما هذه الذلول العملاقه مع المركز الاول. يا سلام مع وعد هناك مع البدايه الاولى والانطلاق الاول والتميز هناك مع وعد سعيد بن مهنا بن قرمش المحرمي. يا سلام بينما من الجانب الاخر لا زالت جباره وهملوله مع شعار بالمر ولكن السائحه القادمه مع رابع المراكز يوصلون تحركت هملوله بشعار بالمر في هذه اللحظات الرائعه والجميله. هملوله طارت مع المركز الاول ما شاء الله. ركز يا عبد الله ركز نبغي السلامات هناك الى بالمر الى راعي الرباعه ولكن السائحه القادمه ما شاء الله هجوما مع ابو منصور مع المركز الثاني ابو منصور مع المركز الثاني وراعي الرباعه مع المركز الاول يوصلون تحركت هملوله عبد الله بن محمد بن مر العامري السائحه قادمه السائحه 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 ما شاء الله الله السائحه ولا هملوله ولكن السائحه طارت مع المركز الاول. يا سلام بقى قادم المحرمي وصل المحرمي يا اخواني 200 متر 200 متر شوف شوف الاندفاع الى وين السلامات الى وين التحديات. السايحه وعد السايحه وعد السايحه وعد السايحه يا سلام المحرمي 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 مشكور يا ود الغوشري مشكور على هذا الحضور الرائع والمتميز ما شاء الله. وعد 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 ما شاء الله مودي السلامات الى سعيد بن مهنا بن قرمش المحرمي مشكور سويلم يا الغوشري على هذا الحضور الرائع والمتميز بين المركز الثاني السايحه مع شعار ابو منصور السير بخلي بن سالم الخيري المركز الثالث شعار بالمر عبد الله بن محمد بن مر العامري بينما مع هملوله بينما رابع المراكز هناك مع وعد مبارك بخادم بن حارب الخيري بينما الوصول مع جبار شطيط بن محمد بن شلبوت الخيري ووصولا مع الريم محمد بن سلطان بن عواد النعيمي. تهانينا والف مبروك على هذا